عني تحكى حكاوي قدام نوت وشاوي خلاص الخلق ضيق زهقت مليت الاتجاه الاعلامي ما كانش انساني دلوقتي الناس سمعاني هنا بقول الرد الصحافه عملت بيني وبينكو سد واحد من اشهر الهيب هوبرز is a famous actor تمثيل الهيب هوب ليش let's rephrase that it's hip hop with تمثيل because يعني انا ابتديت اكتب رايمز واسمع هيب هوب واحب الهيب هوب من وانا عندي 14 سنه وابتديت امثل بروفيشنالي وانا عندي 17 سنه فالهيب هوب جه قبل التمثيل بكتير اي حد بيحاول يفهم دينه البلطجه الاهانه حاجات مش عاجبينه التخبط التناقض بقى صفه من صفات الجيل تساؤلاتنا اعترافاتنا جبل حمله تقيل في نظرك what has more impact with kids hip hop or acting الاثنين يعني ممكن الاطفال يخشوا فيلم فيحبوا دور جدا فيتاثروا بيه جدا وممكن الاطفال يسمعوا اغنيه فيحبوها جدا ويتاثروا بيها جدا الحقيقه انا شايف ان مش بس الهيب هوب او الاكتنج هو اي حاجه بينتينج ممكن ياثر على طفل نشيد ممكن ياثر على طفل بيت شعر ممكن ياثر على طفل فهو اعتقد الفن بشكل عام بيأثر على الأطفال جداً إن الفن أقوى من الأسلحة ومن الدمار ومن الحروب The society Cause I'm turning dreams into reality هي دي حياتي أحلامي أفكاري أسراري It's K.O.B. طب أي أكتر إشي شدك للهيب هوب؟ أكتر إشي شدني للهيب هوب يعني أنا من وجهة نظري الحقيقة الرياليتي اتس ريل حاجه حقيقيه نقدر الناس تعبر بيها عن نفسها في جميع ومختلف المواضيع ايا كان مجالك نشاطك هوايتك do it with passion do it from here be a player